너무 받노. 너무 어머 받노. 저먹고. 아니 저먹고 저먹고. 안 날아봐라. تلعب بره هاي شو انا اعمل لك قهوه تلعب لي ورق هون اذا بيتي وانا حر فيه يا اخي شو اخي عندنا عالم عندنا ضيوف مين عندك ضيوف ايوه ابو النور مين هون انت مش زياد ابو نور هون وما بتخبرنا هاو هول مين هون هاو من اهل البيت اهل البيت لا مش اهل البيت اهل البيت اصحاب البيت قلت لي تعال روق ساعتين نام عندي روق مش انت قلت لي تعال روق ايه قلت لك مين هون لا مبسوط هاي زياد كيفك ما تقول ما يكون لك ما نام لا والله هيك كنا هيك مروقين شوي شو عاملين بس لحظه قال لك تعال نام عندي هو قال لي تعال نام انت ما تلعب عجل السير ايه؟ تعال قبل نايمني من امبارح جوا انت نايمته لزياد هون ايه؟ بدك فضل لك يهم فضل لك لو بدك فضل لنا الله لا يوفقك مرحبا شباب لا لا بزياد لا لا مبروك تفضل من وين من هون تفضل انزال تفضل يا تفضل يا خيي فرطونا اللعبة ايه فرطونا نحن قاعدين ناطرينه وهو نايم هون لك يا حبيبي انت مرحبا مشتاق لك منور منور ثانك يو برو الف مبروك الف مبروك ثانك يو كثير حلوين ثيابك مرتي ميرسي لانك قلت هالجمله حتساعد بانه عائلتنا تضل عايشه بسلام لانه يعني شفت قلت لك ايه هي هيدي بس مزقه ايه طبعا عن جد فظيعه حبيبي هي دائما بتساعدك بتنقيه الثياب ولا هي حاليا هي عم تلبسني ايه أو بس مين عم بشلحك؟ أنا عم بشلح لحالي عرفت حتقلي هيك بيقبرني عيني أنا بسميها هوفر لبنتي شفطت كل شيء وسخ بحياتي وما له طعمة لأنك لتستقبل هيدا المخلوق وتعبته وتعيش معه هالنص ساعة وأنت بتخاف الله فعلاً ومعتبر حالك بني آدم مستحيل يكون فيك أثر لشيء أسود وتقدر تعبط هالمخلوقه فتلقائيا بدك تتنظف وبدك تنظف راسك وجسمك وحياتك لتكون اهل انك تقعد حد كثير حلو انا بدعي للناس شباب يروحوا على الفاميلي الفاميلي دواء لكل داء الناس كنا نخاف من الفاميلي بتكبرنا او كنا يعني هلا صاروا بالعكس صاروا بيحبوك تكون بتحب ليصدقوا اغانيك اذا بتحب ولا ما بتحب كيف انت بتبيعنا اغاني حب وانت مش عايش حاله حب كذاب انت وحبيبتي غنيتي وصاحبتي الكمانجا ومرتي مرتي مرتي مين مرتي؟ مرتي التمثيلية نور هلا بتغار من يوسف في غيرة بين الأولاد؟ ايه واليوم وعينا عوليه بالبيت وقعته أكيد بالغلط هي عم تعمل له بيزو عن جد؟ هيك هي قالت لي إلي ايه أعطينا بيزو بس واقع الصبي ومرتي كلها ما في عندنا مدامتي أنا عندها ليفل واحد من الاعتراض يعني هو بيجي على تيون واحد سوبران وهذا اللي فوق ما عنده مثلا شويه زعل عنده يا كل الزعل لك عليه يوسف لك مله واحد لا قصه كمان عم نحاول بس عايش. مرتك بتعترض فوق يعني بلش من فوق هيدا الجو عم نعيشهم كمان على الجو اللي انا ربيت فيه انا مثل ما بعرف انا بحب احكي عن هالموضوع مع انه دمه ثقيل بس تلفظه انا ربيت ببيئه مختلطه مسيحيه اسلاميه وكنا نفوت على كنيسة مثل ما نفوت هلا على الجامع وكانوا بالأعياد تبع الإسلام جيراننا كلهم يعملوا الطقوس تبع الأعياد الإسلامية كرمالنا وكنا بالأعياد المسيحية نعمل المعمول ونعمل كل الأخبار كمان مجاراة لأنه أنا عبعيش ولادي الطقوس نفسها ببيتي بحتفل بكريسمس وبحتفل بالأضحى وبحتفل بالفطر وانتبه وفي سرعة وفي نوع من الإصرار على إنه يعرفوا كل عيد لمين ما كان هذا القديس أو هذا النبي لمين بينتمي بتصور أنا بتصور عم تحكيه كتير حلو وكتير فظيع بس بتصور نحن لازم وصلنا لمرحلة إنه ما بقى نحكي بهذا الموضوع لازم نتحطيه إن شاء الله لأنه نحن كلنا واحد كلنا لبنانية داخل قلبك بس بدك تحصن هالولاد بلشت تغير احفاد ولا وين خلصت وينك وين هلا انا بعرف كل العوارض خبره بالاحفاد صرت قبل كنت مثلا شو عرفك بطنه عم يوجعها مثلا بكيت بطنه عم يوجع اتاري بيجربوا كم شغله هن ايه؟ كانوا يضحكوا علينا نحن الشباب بيبقوا محتارين كيف عرفت صححتها هن في ثلاث شغلات يا برد ايه مزبوط ايه؟ يا ظالمني ثلاث ايه وحده من هدول بتجربهم كلهم بصيب معك وخلصت هلا صرت بعرف بتبكي انا خاصه النور
اذا يعني اذا عملت هيك بعرف مزبوط. صار في حوار بيني وبينها عن المشاعر وهيك. مزبوط. اللي بتحبه نور انت بتحبه، واللي ما بتحبه ممكن انه مبلشي مطرح ما انا خلصت، يعني وين انا قافل مبلشي من هونيك منطلقه هي. ايه ايه في شيء غريب، مره حاملي غرض بينكسر وحدي الماما، انا الله يطول لي بعمرها امي، الفا اند اوميجا مسميهم. المهم قربت قلت لها هيدي بتنكسر ما تقربي، قام قربت فشخه، قلت لها بابا، قربت قلت لها انتبهي ها، قام الرابعه اعطيتها للتيتا. للتيتا كيف عرفت انه انا هلا ما بقى فيني احكي كلمه؟ اصبح اخذ الحيله والمحتله الحمد لله، امنا على البنت عسيره الكسر. انت كم تليفون وايباد تكسر بالنهار؟ ايه خلص هلا وقفت كنت كثير كسير. شو ليه؟ شو الفكرة؟ عندي مشكلة، بحس أكتر مشاكلي أنا كانت من وراء تواصلي الاجتماعي. أوكي. وأنا في فرق كبير بأنك يكون تواصلك الاجتماعي يصير حياتك الاجتماعية. فرق كبير. مش خلقك ضيق يعني. إيه أنا لا أنا أنا صار خلقي ضيق مبلا من وراي، بس أنا السبب. لقيت إنه تمبتينج التليفون لتظهر وتضل برا وتضل معجوق بحياة النجاح وملتهي فيها. ولقيت انه انا بلاقي بكون مرتاح. كمان عندك هوايات مختلفة مثل بتحب تلعب بليار. طبعا. بتحب تلعب بينبون طاولة الزهر. وينو الزين وينو؟ مزبوط. ابو علي ابو علي لعيب بليار. هلا باليومين عنا طبعا. هو استاذي هو. لا مش استاذي لا. لا مش استاذي خي على كل ضوي الكل كل الكاميرات. لا قلت احتراما لك بس يعني نهار بيخسرني نهار بخسره. اوكي بس يقبرني قلبه وانا ما لاش كثير ابو ضايب يقبرني قلبه شو هالصديق الطيب. فيك تغني انت عم تلعب بينج بونج؟ فيني اعمل بدك اياه انا برو بس على الخفيف يعني. فيك تطجها هيك قوم قوم تعال. وين في طاوله؟ عندك طاوله؟ فيك انت عم تغني تعمل هيك؟ هات لاعملها هات لقلها جرب هات لشوف هات. شو بدك تغني؟ قال ايه؟ قال ايه؟ أنا يلا قال إيه بتطمن عليا وإيه يوحش عينيا وإيه شوكي قبل شوي شفتك كنت عم بغروف هلا كثير كلاس. زياد أنت بتاكل بالبيت ولا أنا مثل ما بعرف إنه مدامتك بتطبخ منيح بس عم بيصير لك باكل بس يصير لك وقت تهرب من البيت لحتى تاكل شيء ثاني؟ لا بس يصير لي وقت بيجي باكل بالبيت. اه اوكي في احلى منها وتاكل وتوسخ حالك وبتاكل اكل مغربي ايه؟ بتطبخ لك مغربي؟ انا بموت بهذا الجو، اكل على راحتي، مش اكل بس بس يشوف لوك كل الوقت لوك عامل، كل الوقت نظيف، ما في حدا بياكل ما بيشرشر من هون، ما بيصير معه شيء.